المشكل فيه في الكتف. هو المشكل كله عند اليهود في الكتف. سحروا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتف، وأرادوا أن يجعلوا البر في الكتف، ويجعلوا الثقة في الكتف، والسم في الكتف، لا يعلو كتف ولا يرتفع كتف ولا تظهر قوة على كتف. المشكل كلهم لأن الكتف لو أن تقوى لقتلهم، تقوى لهزهم وحطمهم. المشكل كلهم عندهم هنا، يخافون من هذا. فهمتي ولا لا؟ ايوا هذا المشكلة كلها تما. تعلمنا من علامة البلوغ عند اتساع الكتفين، لا مخص القديمة كتفين هزيلة وضعيفة ونحيفة ونازلة، وماشي للعبرة بها، العبرة بما فيها من إيمان ومن همة ومن قوة ومن عزيمة ومن إرادة ومن توجه ومن قصد. فهمتي ولا لا؟ لكن للأسف للأسف رب وعدنا جيل خرفان ونعاج ودجاج، هذا ما أرادوه. لكن ولله الحمد لا زال هناك الخير في الأمة إلى يقضي الله أمرك.